المطالبة بتحقيق العدالة لمن تضرر من الحرب السورية ومن وقف وراء تمويل إرهابيين فيها دفعت المحاكم البريطانية لنظر قضية رفعها 8 لاجئين سوريين ضد بنك الدوحة القطري لضلوعه في تمويل تنظيمات إرهابية على رأسها جبهة النصرة خلال سنوات الحرب. اتهامات ليست جديدة وتعيد لدائرة الضوء من جديد ملف تمويل قطر للإرهاب. القضية الأهم التي حدثت مثلا أمس في بريطانيا هو حينما لهؤلاء الشهود الذي تقدم قبل فترة برفع قضية على قطر لتمويلها الجماعات المتطرفة في سوريا، ومن ثم اتخذت منحى آخر بأن البنك الدوحة والذي هو أيضا موجود لهنا في بريطانيا ورفعت القضية على هذا البنك الذي يدعم الجماعات المتطرفة. لكن القضية هذه المرة أكثر تعقيدا، فالاتهامات لا تقتصر على تمويل الإرهاب بل تتعداه إلى محاولة تخويف المدعين أو رشوتهم لسحب القضية، أمر وصفه محام المدعين بغير المسبوق. أعمل في مثل هذه القضايا لسنوات طويلة ولم يتعرض أي من عملائي للترهيب أو التهديد. لدينا أدلة عن محاولة أشخاص يدعون أنهم يعملون لصالح الحكومة القطرية، قدموا ريشا للمدعين والشهود وهددوهم بضرورة سحب القضية. وبينما يصف المحامون هذه المحاولات بأنها خطيرة وتهدف لعرقلة سير العدالة، فإنهم يؤكدون أنهم لن يسمحوا لها بالنجاح. ويدفع محامو بنك الدوحة بعدم اختصاص المحاكم البريطانية بالنظر في هذه القضية. أما محامو الادعاء فيقولون أن قضايا الإرهاب قضايا عابرة للحدود وبإمكان أي محكمة في أي مكان في العالم النظر فيها. أما قضايا الترهيب ومحاولة الرشوة فقد بدأت الشرطة البريطانية تحقيقتها وستصدر قرارها بشأنها في القريب العاجل. أشرف سعد، سكاي نيوز عربية، لندن.